قناة طيبة اللي بتنشر في منهج الإخوان والسرورية والتكفير والضلال، منو الدعمة؟ مين دعمة؟ علي عثمان عليك الله، بس اديني المقطع ده وتعال راجع للمقطع ده، مقطع 22، ونصلي ونرجع للمقطع الأول ده. صغير ثواني بس عشان أوريك عبد الحي ده كوز، هم الداعمينه شبكونا سرورية وما سرورية، دير كلهم كذا. علي عثمان قال قناة طيبة دي حقتنا، وانتوا منو؟ الكيزان؟ ده المؤتمر بتاع الكيزان السري كشفته قناة العربية. قال حقتنا. قال منو المشي لعبد الحي ما خلاه؟ قال القناة دي لو احتاجت 100 احنا بندفع كم؟ 90 ولا 99 ما عارف. كيزان كلهم، عبد الحي كوز، اسم البشير كوز، علي عثمان كوز، عمر البشير كوز، كلهم ذي الكيزان، وكانوا شغالين مع بعض. لا يمكن ياخلي بشر عادي سوداني تديه باقة قنوات افريقيا، باقة زي باقة قنوات اي ار تي لعبد الحي، مدير قسم الثقافة الاسلامية جامعة الخرطوم، رئيس قسم الترجمة والتعريب والنشر جامعة الخرطوم على الدين الزاكي، مدير الثقافة عبد الحي، ومن بعد محمد عبد الكريم، مدير شنو جامعة افريقيا، مدير شنو جامعة القرآن، مدير شنو جامعة ام درمان الاسلامية، ده زول هو ولا ده شنو؟ ده معقول يكون زول عادي كده؟ جبهجي. وضوء علي عثمان فكاها وجاب اخيرا النهاية انه زول ده كوس. قال ده ناسنا ونحن اللي بندعم الشغل ده. شغل 22. فحين الناس يقول لك انا بناء على الحي على المشي عبد الحي ما بلغه ما تخص بايجاد ماده اخرى. على المشي عبد الحي ما بلغه ما تخص بايجاد ماده اخرى. على المشي عبد الحي ما بلغه ما تخص بايجاد ماده اخرى. قال المشي عبد الحي معنى كلامه يعني. المشي على عبد الحي ومنعه يقدم مادته منه.